هذيك 24 حلقة كاينين هذيك بروك ديال المهم هادو راه دايرين 80 درهم هادو 80 درهم هذا بالنسبه للناس اللي طلبوني على فين السحاب البيع والشرايه اللي طلبوني على شي بلاصه كيبيعوا فيها الرخه وبالنسبه للناس اللي باغين التقسيط الرياك اللي طلبوني قالك بغينا شي بلاصه شي يبيعوا فيها بيجامه رخيصه المهم في هذا الفيديو راه غادي انا دابا في كراج علال هو هذا كراج علال شارع محمد السادس اللي ها فين كاينين الطاكسيات ديال المعارف كتدخلوا هذه هي زنقه الشارع كتدخلوا مع زنقه الشمال تبارك الله راه بحر هاد البلاصه هادي راه بحر والسلعه تبارك الله موجوده كاين الخير كاين الخير تبارك الله هادي كتشوفوا راه السلعه موجوده بغيتي التقسيط ولا بالشمله راه كاين الخير تبارك الله هاد الفيديو هذا راه غادي يكون شحال من واحد غادي ينفعو هذا الفيديو هذا مزيان للناس اللي يلا بادين التجاره واللي باغيين ياخذوا التقسيط راه البلاصه هي اللي غادي تجيو راه غادي نوريكم البلاصه اللي غادخلوا في كاين هاد فلورا مود غادخل مع الدربياله غاتزيد شويه تدخل مع الدربياله على اليسار قريبا نوليو تما صحاب الجامع وخليكم غادي تشوفوا الاثمنه اللي كاينة باش تعرفوني على التنبوع كاينة في ياسر انت هي كاينة هادي شوفي هادي بغيتي هبد اللون ولا ب ياك فيها الغوص وشي فيها الوان ديالها فيها موديل ثمن واحد ياك 40 درهم جمله 40 درهم نمشي نبيعوها على برا بالخويا راه هذا الشيء راه شي طايح ولا شي واحد كيديني بحال كيدي بياسه ما غاتنسانيش كاين هذا اللون ياك هذاك اللون وفيها هذا اللون اللون جديد هذا الزواقه هذا الزواقه هي الزواقه شكلها هادي 60 درهم نفس السروال ديالهم هذا كاينين كاين هذه ب 3 بياس الله يبارك فيها السروال ديالها 80 درهم هادو 60 درهم للحبة هادو 60 درهم للحبة هذيك 24 حبة 220 درهم سالوها شوف وشي حاجة رخيصة الله حفظك شي حاجة رخيصة حاجة رخيصة ما عندي هو رخيص عندي 9 درهم 9 درهم الحبة الله حفظك شي 7 درهم الله حفظك ليا خويا أما كاينين هاد الموديلات هادو خويا هادو شحال قلتي لي 23 درهم الوحدة 23 ونص 23 ونص ها شي موديل اخر بحالو هادي تاهي المهم هي كاينة تا هاد الزواقة 23
ونص هذيك النص ضروري كلشي اللي عليه و هادو قلتي لي 25 هادي شحال فيها باكيه شحال فيها كتمشي باكيه كامله شوفي هادو تاهم الو اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه هذا كرباج وهذا هادي دو فاس 130 درهم لامبو 130 درهم ها هادي 130 درهم هادي باش انا كنخدم بالفيديوهات كنخدمش بالتصاور هذه عباية لا هذيك النورة يا يا نور اجي اسمعي تبارك الله راس العشق كيف يا نار